الشباب ما بين تعثرين، خروج من الكأس وخسارة من الفتح. طبيعي جدا ترى أنه الفريق يمر في حالة تعثر. اللي مش طبيعي أنه الإفراط في عملية الحزن، أو خلنا نقول السلبي، عرض السلبيات في الخسارة. اليوم لما تقارن الشباب ما بين الموسم الماضي والحالي، الشباب نقطيا أفضل. الشباب الآن في المركز الثاني، كان في المركز الثالث، اليوم عنده 21 نقطة وعنده مباراة فرق. يعني لو فاز في مباراته اللي مع الاتحاد حيتصدر الدوري بفارق نقطتين عن النصر المتصدر. يعني أنت لسه في مأمن ولسه في دائرة المنافسة، ولكن المسألة بس تحتاج شيء من التحضير. أنا في وجهة نظري فنيا كانت عملية خلنا نقول الاختيارات للأجانب في كل مباراة لازم عنصر ثامن يكون خارج التشكيلة كانت سبب رئيسي. أعتقد هذه حتحل المشكلة الآن مع إصابة أرون، اللي نتمنى لها الشفاء العاجل. لذلك الفريق فنيا ممتع، عنده أدوات كثيرة، سهل العودة إلى مسار الانتصارات من جديد. في المقابل لما نشوف الاتفاق المشكلة اللي عنده أنه اسم كبير، تاريخ عظيم للاتفاق، الطموح ما يتوازن مع واقع حال الفريق. ولكن إذا جيت خذيت عشان نكون منطقيين يعني، وما يكون عندنا طرح في غلو، الاتفاق ترى أحسن من الموسم الماضي. اليوم عنده 13 نقطة، كان عنده 10 نقاط الأهم فيها، كان عليه 18 هدف تقريبا، اليوم عليه 6 أهداف. يعني في تطور في الناحية الدفاعية عند الاتفاق. ليش الاتفاق اليوم؟ لأنه غير الحارس، يمكن غير الحارس ومنظومة دفاعية نوعا ما فيها أفضلية، لذلك تغيير في أسلوب اللعب. كارتيرون هل هو مدرب لازم يمشي من الاتفاق؟ في وجهة نظري لا، انت محتاج تجدد على مستوى العناصر المؤثرة اللي تساعدك في الزون ديفنس. ما في تأثير لهذا الجانب، تلعب بدون راس حربة، تلعب البرازيلي غير مؤثر، اللاعب البرازيلي اللي استقطبته. في نفس الوقت عمق الملعب ما في تأثير، الجانب الأيمن عندك تأثير الإيجابي فيه العنصر المحلي الكويكبي، يوم مصاب مباراة يلعب مباراة ما يلعب. فبالتالي حالة التذبذب الفني اللي يعيشها الاتفاق سببها عدم وجود تأثير للاعب العنصر الأجنبي، كذلك ينضم للعنصر المحلي. فبالتالي عشان الاتفاق يتطور أمام التطور النسبي البسيط عن الموسم الماضي، لازم يكون في تغيير على في الشتوية على مستوى اللاعبين الأجانب المؤثرين، وليس استقطاب لتغيير لمجرد التغيير. ايش حظوظه في النقاط الثلاث بكرة؟ صعبة عليه المباراة. يتفوق في تقريبا في اغلب خطوطه الشباب على الاتفاق، فبالتالي يعني يمكن يتوازون اثنينهم عليهم 6 اهداف، لكن في مستوى وسط الملعب يتفوق الشباب، في 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 الخط الهجوم وتعدد الهدافين يتفوق الشباب. مباراه صعبه، ولكن ما هي صعبه اذا اغلقت المساحات الخلفيه عندك وصار عندك ثبات. اخيرا شوف، احيانا الظروف تخدمك. في المباراة الماضية فوزه على الخليج خدمت ظروف الإيقافات اللي موجودة، عاد للأسلوب الصحيح لما لعب محنشي ولعب بعلي هزازي، اثنينهم اللاعبين في وسط الملعب نزعتهم الدفاعية أكثر من الهجومية، وهذه ساهمت أنك أنت تغلق عمق الملعب اللي دائما ما تأثر فيه الاتفاق في مباريات سابقة. لذلك في وجهة نظري دائما ترى في ندية في مباريات الشباب والاتفاق، في وجهة نظري حنشوف مباراة فيها جمالية أكثر، فيها ندية، فيها تكتيك على مستوى عالي.